أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أهم عشرة. أنا سعود الدوسري أحييكم مرة أنا خليجية، وفي حلقة هذا اليوم موضوعين اثنين. في حلقة الليلة، الموضوع الأول أهم عشر أحداث في المملكة منذ العام 1400 للهجرة. الموضوع الثاني أهم عشر حسابات إخبارية في تويتر. هناك عزيزي المشاهد لحظة في حياة أي إنسان لا يمكن أن ينساها، قد تكون جميلة أو قلبت حياته إلى بؤس وشقاء، لكنها تبقى في الذاكرة حتى وإن كانت صادمة. الأوطان لا تملك شعور الإنسان، لكن لها لحظاتها أيضا تتمسك بها وتعيدها إلى أذهاننا، أيا كانت أفراح أو أتراح. ما ينبغي علينا هو أن نحتفل بأفراحها ونشد من أزرها في أحسن. في المركز العاشر، تأثيرات أحداث 11 سبتمبر. أثرت أحداث 11 سبتمبر على صورة العرب والمسلمين والسعوديين لدى الغرب، ويرى العرب والمسلمون أن هذه الصورة جاءت مجحفة ظالمة وغير متسقة مع المنطق العقلاني للفكر الغربي، ويرى العرب والمسلمون أن هذه الصورة التي كانت عبر العقود الماضية متسمة بالسلبية، إلا أنها بعد هذه الأحداث تنامت هذه السلبية وانتشرت وراجت بفعل وسائل الإعلام الغربي عامة والأمريكي خاصة، وكانت هناك قوى داخل وخارج المجتمع الأمريكي تدفع بمزيد من السلبية عن هذه الصورة، وتحاول أن تستثمر هذه الأحداث لمصالح سياسية واقتصادية على حساب علاقات سياسية واقتصادية وثقافية كانت وثيقة بين الغرب والمسلمين، وخصوصا بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، الدولة التي تأثرت كثيرا بمجريات هذه الحملات المستمرة على ثقافتها ومجتمعها ومواطنيها. غزوة العراق والكويت أرهقت ميزانية المملكة في وقت كانت المملكة يعني متجهة بقوة إلى التنمية، لكن الحقيقة غزوة ورعونة صدام حسين قادت إلى هذا التهور، ولم يكن أمام المملكة الأخ الأكبر لدول مجلس التعاون الخليجي إلا أن تفزع إلى الكويت وتجعل أراضيها ميدانا لتطهير وإعادة يعني الكويت إلى وضعها الطبيعي وطرد المحتل. ومن بعدها أنت عارف كيف حدثت الأوضاع، كيف يعني انتهكت العراق مرة أخرى الآن، وتعرف أنت كيف الآن العراق صارت إحدى الولايات الإيرانية الفارسية بعد أن كانت من بوابة يعني العرب، بوابة العرب الشرقية. المركز التاسع، اغتيال الملك فيصل رحمه الله. اغتيل الملك فيصل في صباح يوم الثلاثاء 13 ربيع الأول 1395 للهجرة، الموافق 25 مارس 1975 للميلاد. كان الملك فيصل يستقبل زواره بمقر رئاسة الوزراء بالرياض، وكان في غرفة الانتظار وزير النفط الكويتي الكاظمي، ومعه وزير البترول السعودي أحمد زكي يماني. ووصل في هذه الأثناء الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز ابن شقيق الملك فيصل طالبا الدخول للسلام على عمه، وعندما هم الوزيرين بالدخول على الملك فيصل دخل معهما ابن أخيه الأمير فيصل بن مساعد، وعندما هم الملك فيصل بالوقوف له لاستقباله كعادته مع الداخلين عليه للسلام أخرج الأمير مسدسا كان يخفيه تحت ثيابه وأطلق منه ثلاث رصاصات أصابت الملك في مقتل في رأسه، ونقل الملك فيصل على وجه السرعة إلى المستشفى المركزي بالرياض، ولكنه توفي من ساعته رحمه الله رحمة واسعة. المركز الثامن، عمليات الإرهاب في السعودية. الأحداث الإرهابية التي وقعت في المملكة خلال الأعوام المنصرمة أخذت في التصاعد منذ عام 95 وفي مناطق مختلفة من المملكة، وركزت أغلبها على أحداث أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين والأبرياء، ولم تكشف أي واحدة منها عن استهداف مواقع عسكرية أو أمنية، الأمر الذي يعني وبكل وضوح مدى إمعان الفئة في غيها ومواصلة طريقها في قتل الأبرياء، ولا يبدو أن هناك أهداف أخرى رغم ما يتشدقون به من أنهم يسعون إلى التغيير أو غيرها. المركز السابع،
تأسيس مجلس الشورى. مجلس الشورى السعودي أسس في عهد الملك عبد العزيز آل سعود عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية، وأعلن التعليمات الأساسية التي تنص على استخدام مبدأ الشورى أسلوبا للنصح لولي الأمر وليس للمجلس أي صلاحيات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك. المركز السادس، حرب الخليج الأولى. حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية أطلق عليها من قبل الحكومة العراقية أنذاك اسم قادسية صدام، بينما عرفت في إيران باسم الدفاع المقدس. هي حرب نشبت بين العراق وإيران من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988. خلفت الحرب نحو 2 مليون قتيل وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار أمريكي. دامت الحرب 8 سنوات لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن 21 من أكثر الصراعات العسكرية الدموية. أثرت الحرب على المعادلات السياسية لمنطقة الشرق الأوسط وكانت لها نتائج بالغة. في كل يوم هناك حدث المفرح منها نجيره لأنفسنا والباقي نسعى للتخلص منها. تلك طبيعة الإنسان يتصرف من خلالها، لكن عندما نتحدث عن أحداث يمر بها الوطن فنحن هنا شركاء يتوجب علينا الرصد والمتابعة. فما الذي رصده المشاهد من أحداث مرت على المملكة خلال الأعوام 35 الماضية؟ دعونا نكتشف ذلك. في المركز الخامس، حرب الخليج الثانية. حرب الخليج الثانية تسمى كذلك عملية عاصفة الصحراء أو حرب تحرير الكويت من 17 يناير إلى 28 فبراير 1991. هي حرب شنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق بعد أخذ الإذن من الأمم المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. وفي عام 1990 اتهم العراق الكويت بسرقة النفط عبر الحفر بطريقة مائلة، وعندما اجتاحت العراق الكويت فرضت عقوبات اقتصادية على العراق وطالبت مجلس الأمن القوات العراقية بالانسحاب من الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط. استعدت بعدها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للحرب، وبدأت عملية تحرير الكويت من القوات العراقية في 17 يناير سنة 1991، حيث حققت العملية نصرا هاما مهد لقوات التحالف للدخول داخل أجزاء من العراق. وتركز الهجوم البري والجوي على الكويت والعراق وأجزاء من المناطق الحدودية مع السعودية، وقامت القوات العراقية بالرد عن طريق إطلاق عدد من صواريخ سكود على إسرائيل والعاصمة السعودية الرياض. بعد يعني أحداث سبتمبر، أنا أعتقد أنه كثير من وبعد عودة كثير من المتطرفين قامت يعني جهود جبارة لوزارة الداخلية، منها جهود طبعا المناصحة ومنها محاولة يعني تفكيك كثير من الخلايا المتطرفة، إضافة إلى كثير من الانفتاح الذي صرنا نلمسه يعني بعيدا عن ما كان يعني يتم من مجاملة للمتطرفين، ولا زلت أنا أعتقد أن المتطرفين الغلاة منهم من الخوارج يجب أن يحسم أمرهم بمحاكمتهم وإيقاع العقوبات وإعلانها أمام الناس حتى يتوقف نمو مثل هذه الخلايا. المركز الرابع، التقسيم الإداري للمناطق في المملكة. تمثل الإمارات 13 للمناطق التي أصدر خادم الحرمين الشريفين أمر ملكيا برقم 1092 بتاريخ 27/8/1412 الهجرة بنظامها عصب النظام الإداري في المملكة. ويهدف خادم الحرمين الشريفين من هذا النظام الجديد تطوير الأداء الإداري ورفع مستواه في الأجهزة الحكومية بما يواكب التطوير الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات. تم اتخاذ التقسيم الإداري للمملكة المبني على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم 1092 وتاريخ 27/8/1412 الهجرة كأساس للتوزيع الجغرافي والإحصائي لجمع ونشر بيانات التعداد، حيث تم تقسيم المملكة إلى 13 منطقة إدارية وهي منطقة تبوك، منطقة حايل، منطقة القصيم، منطقة عسير،
منطقة الباحة، منطقة الجوف، منطقة الشرقية، منطقة المدينة المنورة، منطقة مكة المكرمة، منطقة الرياض، منطقة الحدود الشمالية، منطقة جازان، منطقة نجران. في المركز الثالث دخول المملكة لنهائيات كأس العالم عام 1994، منتخب السعودية لكرة القدم هو الممثل السعودي الرسمي في رياضة كرة القدم. تأسس الاتحاد السعودي لكرة القدم في عام 1959 وانضم إلى الفيفا، ويلقب الفريق من قبل المشجعين بالصقور أو الأخضر أو الصقور الخضر، ويعتبر واحدا من أنجح المنتخبات الوطنية في آسيا، وفاز بكأس آسيا 3 مرات، 1984، 1988، 1996، وتأهل لنهائيات كأس العالم 4 مرات متتالية منذ صعوده الأول في عام 1994. وفي كأس العالم 1994 تمكن المنتخب السعودي أن يتجاوز المرشح بلجيكا ويفوز على المغرب في دور المجموعات قبل أن يسقط أمام السويد في دور 16، وخرج المنتخب السعودي من الجولة الأولى من مباريات كأس العالم خلال مشاركته 3 التالية. في المركز الثاني تأسيس مجلس التعاون الخليجي. مجلس التعاون لدول الخليج العربي هو منظومة إقليمية عربية مكونة من 6 دول أعضاء تطل على الخليج العربي، هي الإمارات، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، قطر والكويت. تأسس المجلس في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في الرياض المملكة العربية السعودية، وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أصحاب فكرة إنشائه. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليا عبد اللطيف بن راشد الزياني، ويتخذ المجلس من الرياض مقرا له. عزيزي المشاهد، نحن هنا لا نتخيل بل نقدم حقائق عايشها البعض وكان شاهدا عليها، حقائق كانت في الأهمية أو من الأهمية بمكان بأنه لا زال المواطن يتذكرها ويقر بأثرها بغض النظر عن سلبياتها أو إيجابياتها. فالغرض هو الرصد، ومع إيماننا أن الأحداث كثيرة جدا، إلا أنه مثل ما ذكرنا برنامجنا يتسع ل10 أحداث فقط نسعى لأبرزها. شاهدنا 9 أحداث وسنشاهد الآن الحدث الذي يحتل المرتبة الأولى لدى الجمهور. في المركز الأول حادثة الحرم، إجهمان واتباعه. حادثة الحرم المكي بدأت أحداثها فجر يوم 1 محرم 1400 الموافق 20 نوفمبر 1979، حين استولى 200 مسلح الحرم المكي وهو من مقدسات المسلمين في محاولة لقلب نظام الحكم في المملكة العربية السعودية. إبان عهد الملك خالد بن عبد العزيز هزت العملية العالم الإسلامي برمته. فمن حيث موعدها فقد وقعت مع فجر أول يوم في القرن الهجري الجديد، ومن حيث عنفها فقد تسببت بسفك للدماء في باحة الحرم المكي، وأودت بحياة الكثير من رجال الأمن السعودي والمسلحين المتحصنين داخل الحرم. حركت الحادثة بسرعة مشاعر الكثير من المسلمين، بعضهم شجبها وأنكرها ووقف ضدها، وآخرون تضامنوا معها. أستاذ إدريس، إحنا الآن نتحدث عن أهم 10 أحداث مرت على المملكة العربية السعودية منذ عام 1400 هجرية حتى الآن، أحداث سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية وأثرت على الحراك في المملكة العربية السعودية. من وجهة نظرك، ما هو الحدث الأبرز والأهم الذي مر على المملكة العربية السعودية وبني عليه أشياء كثيرة؟ طيب، أنا الحقيقة أكاد ألخص كل ما تشكلت عليه الأحداث الحالية في العالم العربي وحتى في المملكة وفي العالم الإسلامي في مجموعة غزوات. غزوات كيف غزوات؟ أيوة، تبدأ بغزوة مكة أو غزوة جهيمان وزمرته، الذين يعني قاموا طبعا باقتحام الحرم المكي، ولعل الجميع يعني ومنهم في سني يتذكرون الفاجعة التي حدثت في ذلك الحين وما نتج عنها
من ذيول فيما بعد. الحقيقة أنه طبعا تم الحقيقة تعطيل شعائر الدين الإسلامي في الحرم المكي وفي أقدس بقعة، بل بالعكس أيضا تم استباحة دماء كثير من المسلمين العابدين المتنسكين في الحرم المكي. لكن الأهم هو ما نتج عن هذه الغزوة، غزوة الجهيمان. خلينا نتكلم قبل نشوف أو نتعرف على التحولات اللي حصلت في المجتمع السعودي نتيجة سواء كانت نتيجة مباشرة لهذه الحادثة أو لهذه الغزوة مثل ما ذكرت أو غير مباشرة. كيف كان يعيش المجتمع السعودي لحظات هذا الحدث، سواء في منطقة مكة المكرمة، في المدن المجاورة، أو حتى في المدن المختلفة من المملكة العربية السعودية، وكيف تعامل الإعلام معها؟ هل نقلها بشفافية في ذلك الوقت؟ نعرف أنه كان إعلام بسيط، ما كان بسيط. شوف، أنا الحقيقة في ذلك العمر كنت طبعا يبدو في آخر في ثالث إعدادي، ثالث متوسط أتذكر. المجتمع السعودي في ذلك الحين في العمر اللي أنا كنت وصلته 15 سنة أو 16 سنة كان مجتمعا مستقرا، لم نكن نعرف الحروب لا محيطة ولا في داخل المملكة ولا حتى، ونسمع فقط تاريخيا عن الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، فما بالك وقد استبيحت أقدس بقعة بالنسبة للمسلمين على وجه الجمع وبالنسبة للسعوديين على وجه اليقين وعلى وجه التحديد. الحقيقة كانت يعني حالة، أصاب الناس حالة من الذهول وعدم التصديق، ومن حسن الطالع أو من حسن الحظ أنها أيضا لم يجد اللي هو جهيمان طبعا والذين معه لم يجدوا يعني استجابة أو يعني توقع مثل ما توقع، أقصد أنه ينضمون إليه ناس مثلا من المؤيدين أو المريدين، بل حاول الكثير ممن أرهبهم بالسلاح داخل الحرم المكي الهروب يعني، وهرب كثير منهم الحقيقة، في حين بعدين استكان جهيمان وثلته في أقبية الحرم إلى أن تم القضاء عليهم. طيب، كنت أنت ترغب في الحديث عن صحيح. نتيجة هذه الحادثة يعني. الحقيقة أنها لأنها سببت صدمة، أنا أعتقد أنه خل أكون يعني صريح شوي وقد هذا يعني يزعجني، أخشى أن يزعجني، لكن في واقع الأمر أن الحكومة السعودية استكانت للمتدينين في ذلك الوقت، للمتشددين على وجه التحديد. هي الحقيقة كانت نية الحكومة طيبة، كانت تريد أن ترضي المتدينين لأنها شعرت أنها قد تكون تمادت في شيء ما حتى أغضبت هؤلاء، وجاء يعني وجاء على هذا النحو، كأنه ردت فعل يعني. كأنها ردت فعل، هذا التطرف ردت فعل لبعض السلوكيات، ولهذا تم طبعا منع مثلا الأغاني في التلفزيون السعودي، تم إيقاف المسرح الذي إلى حد ما كان يبدأ يتلمس أولى خطواته في ذلك الحين، مدت الكفوف الناعمة للصحويين. صحيح صحيح، وبالتالي زادت حالة الترهيب عوضا عن الترغيب، وزاد التشدد عوضا عن التسامح. الحقيقة أنه يعني الحكومة في ذلك الوقت يبدو في ظني أنها لم تحسن التوجه في هذا المسار، مما غيب التنمية، إذا جاز التعبير، التنمية الاجتماعية إلى سنوات طويلة. لكن في واقع الأمر يبدو أننا بدأنا نعيد النظر خلال السنوات القريبة الماضية ونحسن يعني كثيرا من نخفف كثيرا من تشددنا. نعم، أنت أطلقت على هذه الأحداث نعم غزوات. أي هل هناك مثلا غزوة أخرى يعني، وإذا كانت مثلا والله ما يعني حادثة جهيمان قد تكون فعلا غزوة يعني، لكن ما هي الغزوات التالية التي ينطبق فعلا عليها؟ أنا أعتبر طبعا غزوة أفغانستان، إذا أيضا أنا أسميها غزوة أفغانستان، الحقيقة هي تمثيلية أو يمكن أن تسميها كوميديا سوداء، يعني كم من التراجيدي اللي استطاع. تحدث عن غزو أمريكا لأفغانستان أو لا؟ لا أيوة، هو الحقيقة غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، ثم دعوة ريغان، شوف المفارقة المضحكة، الرئيس رونالد ريغان هو الذي دعا إلى الجهاد، يدعو المسلمين إلى الجهاد، فاستجاب له طبعا رهط كثير وجمع كثير، وكلنا ذلك الرجل، كلنا الحقيقة تحمسنا، الذين ذهبوا إلى الجهاد بأنفسهم
كنا خلفهم، كل الشعب السعودي كان خلفهم يدعمهم، يعني بال لم يكن بالجسد بالمال، صحيح بالمال أو حتى بالمساعدات العينية. فبالتالي كان من المفارقات أن من يقود الغزو هناك هو عربي فلسطيني، أحمد عزام، عبد الله عزام، عبد الله عزام. أنا أقصد أن المفارقة هي في كونه فلسطيني، كان الأولى أن يذهب لتحرير فلسطين من إسرائيل، لكن لأن أمريكا هي التي تقود الجهاد ولأنها هي التي خدعت، وكان خدعتنا وخدعت العرب، وكان العدو الأول، وكان العدو الاتحاد السوفيتي. إسرائيل هي العدو الأول في الواقع، لكنها ليست عدو أمريكا، فأمريكا أرادت أن تستخدم شبابنا، وكان هم جزء كبير منهم وقود هذه الحرب. والغريب أنه يعني قادت هذه الحرب هم من العرب، الأقادة الأبرز هم عبد الله عزام، ثم فيما بعد طبعا أسامة بن لادن ومحمود الظواهري أو أحمد الظواهري. أيوة، وبالتالي تخيل يعني الذين كان من الأولى أن يذهبوا مثلا لتحرير القدس. فأنا طبعا أعتقد أن أفغانستان على وجه التحديد هي التي ورثت حالة من التطرف فيما بعد، ستأتي فيما بعد حالة التطرف التي يبدو لي أن هذه الخدعة انكشفت لكثير من هؤلاء القادة اللي هم طبعا ظواهري وأسامة بن لادن، فقرروا لاحقا أن ينتقموا من أمريكا في غزوة منهاتن. طيب، هل تعتقد أنه حدث أو حادثة جهيمان لها تماس مباشر بغزوة أفغانستان كما ذكرت، خصوصا أنه في فترة زمنية متقاربة، وأنه الحكومة السعودية في ذلك الوقت أرخت الحبال للمتدينين والمتشددين، وبالتالي أصبحت هناك أرضية تهيئ الشباب السعودي للانخراط في مثل هذه بالضبط الحروب. بالضبط، هو اللي قلته أنت. الحقيقة أنه سادت حالة من التدين، والشعب السعودي بطبعه متدين وأيضا مضياف ومحب للتكافل والإعانة. وبالتالي منذ أن تم دعوة السعوديين وبصفتهم مسلمين لا بصفتهم طبعا سعوديين إلى دعم الأخوان المجاهدين في أفغانستان، كانت الأرضية جاهزة، كانت يعني خصبة للارتقاء من درجة معينة في التدين إلى درجة الجهاد وفي سبيل الله، بدون قيود وبدون حدود، خاصة أن الجهاد يعني أحد الأركان المهمة في الإسلام، ليست من الأركان الخمسة، لكن يعني من لم يحدث نفسه بالجهاد وغيرها يعني من الآثار النبوية. فوجدوا أن هذه يبدو هي الفرصة لتحقيق هذه يعني السنة، إذا كانت سنة يعني أو فرض يعني. فلم يكن هناك ساحة مناسبة في غير فلسطين إلا أفغانستان، التي طبعا جعلتها أمريكا تكية لاستخدام وحرق يعني أبناء المسلمين في هذا المجال. طيب، وش تفسيرك أنه حتى هذه اللحظة يعني كل المواقع اللي أو الأراضي أو العواصم أو المدن التي شهدت حروب تجد أن السعوديين أو جزء من الشباب السعودي طرف فيها، في البوسنة والهرسك، وإلى الآن وصلنا طبعا العراق، مرورا بالعراق وسوريا الآن. صحيح، هو اللي قلت لك أولا طبعا اللي هي حالة التدين الجيدة والمكثفة عند السعوديين، إضافة إلى المد الصحوة يعني الذي كان في ذلك الحين يعني يشحننا جميعا ويشحن كثير من الأبناء من خلال المطويات، ولعلك تتذكر والأشرطة الدينية والمحاضرات التي يعني كان يكتظ ويتداعى إليها الناس من كل صوب في الجوامع الكبيرة. الحقيقة كانت ويعني فرصة جيدة لملء الطاقة الإيمانية، استثمرت هذه الطاقة الإيمانية إذا جاز التعبير نقول النقية في مسألة مغايرة لما كان يجب أن يكون عليه يعني السعودي الطيب الذي في واقع الأمر استغل على نحو ساذج. الآن عزيزي المشاهد، قلب بشكل سريع شريط ذاكرتك على مدى عامين أو أكثر، وراجع كم الشائعات المرعبة أو الممتعة اللي تعرفت عليها خلال تلك الفترة. ابحث عن مصدرها، ابحث عن مساحة عرضها وطريقة نقلها إلى المجتمع، ستكتشف أن أغلبها عرف طريقه إلى ذاكرتك عبر تويتر.
كثيرة هي الحسابات الإخبارية. لذا دعونا نستعرض أهم هذه الحسابات. الموضوع 28 في المركز العاشر، صحيفة الاقتصادية. عدد المتابعين لحساب صحيفة الاقتصادية عبر تويتر 488,000، ويهدف حساب الصحيفة على تويتر على نشر كل المواد الصحفية التي تنشر في الصحيفة الورقية، كما ينشر الحساب الأخبار والمقالات التي شهدت أكثر تفاعل في موقع الصحيفة الإلكتروني، وقد بدأ الحساب في تويتر في عام 2009. في المركز التاسع، صحيفة الشرق الأوسط. عدد المتابعين لحساب صحيفة الشرق الأوسط عبر تويتر 500,009، ويهدف حساب الصحيفة على تويتر على نشر كل المواد الصحفية التي تنشر في الصحيفة الورقية، كما ينشر الحساب الأخبار والمقالات التي شهدت أكثر تفاعل في موقع الصحيفة الإلكتروني، وقد بدأ الحساب في تويتر يوليو عام 2010. في المركز الثامن، صحيفة الوطن. عدد المتابعين لحساب صحيفة الوطن عبر تويتر 566,000، ويهدف حساب الصحيفة على تويتر على نشر كل المواد الصحفية التي تنشر في الصحيفة الورقية، كما ينشر الحساب الأخبار والمقالات التي شهدت أكثر تفاعل في موقع الصحيفة الإلكتروني، وقد بدأ الحساب في تويتر يناير عام 2011. في المركز السابع، صحيفة الرياض. عدد المتابعين لحساب صحيفة الرياض عبر تويتر 829,000، ويهدف حساب الصحيفة على تويتر على نشر كل المواد الصحفية التي تنشر في الصحيفة الورقية، كما ينشر الحساب الأخبار والمقالات التي شهدت أكثر تفاعل في موقع الصحيفة الإلكتروني، وقد بدأ الحساب في تويتر أغسطس عام 2008. في المركز السادس، سعودي. عدد المتابعين لحساب سعودي عبر تويتر 853,000، وهو حساب مخصص لتوثيق ونشر الأخبار المهمة عن السعودية فور صدورها، والحساب لا يتبع لأي جهة رسمية، وقد بدأ الحساب في تويتر فبراير عام 2011. ترى ما هو مقياس الأهمية لدينا؟ سؤال قد يختلف من شخص لآخر، وينسحب طبعا هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي. فهنا من يبحث عن المعلومة الغريبة، وكثيرون يبحثون عن السخرية، ولكن هناك شيء واحد يبحث عنه الجميع. هل تعلمون ما هو؟ إنه بالتأكيد المصداقية. في المركز الخامس، أخبار المجتمع السعودي. عدد المتابعين لحساب أخبار المجتمع السعودي عبر تويتر 881,000، وهو حساب مخصص لتوثيق ونشر أخبار المهمة عن السعودية فور صدورها، والحساب لا يتبع لأي جهة رسمية، وقد بدأ الحساب في تويتر يونيو عام 2011. في المركز الرابع، عاجل KSA. عدد المتابعين لحساب عاجل KSA عبر تويتر 900,000، وهو حساب مخصص لتوثيق ونشر الأخبار المهمة عن السعودية فور صدورها، ويعتبر من أقوى الحسابات الإخبارية، ويتمتع بالمصداقية، ويتبع شعار نبض الشارع، والحساب لا يتبع لأي جهة رسمية. في المركز الثالث، أخبار السعودية. عدد المتابعين لحساب أخبار السعودية عبر تويتر 1,068,000، وهو حساب مخصص لتوثيق ونشر الأخبار المهمة عن السعودية فور صدورها، ويعتبر من أكثر الحسابات الإخبارية شعبية، وأكبر حساب إخباري متخصص في الأخبار السعودية ومتابعة أهم الأخبار والأخبار العاجلة والحصرية وجديد الصور والفيديو والمناوعات، ويتمتع بالمصداقية، والحساب لا يتبع لأي جهة رسمية.
في المركز الثاني عاجل، عدد المتابعين لحساب عاجل عبر تويتر 1,097,000، وهو حساب خبر عاجل الموثق رسمياً في تويتر، أول وأكبر حساب إخباري متخصص في نشر الأخبار العاجلة والحصرية على مدار 24 ساعة، والحساب لا يتبع لأي جهة رسمية. وسط هذا الزحام تبقى القيمة لحسابات نجحت في فلترة كل الأخبار وانتقاء الأصدق والأهم منها ونقله إلى المستخدمين بأفضل وأصدق طريقة ممكن. وبفصل الصادق من الحسابات عن غيره سنقف على عدد أقل من الحسابات أثبت طوال الوقت أحقيته بشد انتباه المتابعين. فمن هو الحساب الإخباري الأكثر أهمية لدى المتابعين؟ احبسوا أنفاسكم، فنحن بصدد إعلان الحساب رقم 1 لدى المتابعين على تويتر. في المركز الأول سبق، عدد المتابعين لحساب صحيفة سبق الإلكترونية عبر تويتر 3,044,000، وهو يعنى بنشر أخبار صحيفة سبق في تويتر، والتي حققت خلال السنوات الماضية الكثير من السبق الصحفي في عدة مجالات، وكان أبرزها الأخبار الاجتماعية والأحداث التي تقع في المملكة. وأصبحت صحيفة سبق الإلكترونية محط اهتمام السعوديين سواء عبر موقعها على الإنترنت أو عبر حسابها على تويتر. هل هناك فعلاً أكثر من 10 حسابات إخبارية مؤثرة ومتابعة من المجتمع السعودي؟ بالفعل هناك الآلاف الحسابات الإخبارية الموجودة، وتويتر ميزتها في عملية المتابعة اللحظية للحدث. يعني إذا سوى مقارنة بين الفيسبوك وتويتر على سبيل المثال، لأن هي أكثر شبكات اجتماعية التأثير يعني على مستوى العالم، تويتر التغريدات يكون تأثيرها عادة من 3 ساعات إلى 24 ساعة، هذه زي ما يقولون حياة التغريدة كمعدل يعني، بينما بفيسبوك يقولون دائما من الساعة 12 حتى 3 أيام، هذه تقريبا حياة الكتابة في الفيسبوك. لذلك في المواقع الإخبارية تركز كثير على تويتر، تويتر يكون أقوى، وتويتر يكون أداة للتأثير بشكل أقوى. لكن للأسف أغلب الجهات الإعلامية تستخدم تويتر كأداة، وغالبا الشبكات الاجتماعية كأداة تسويقية، بمعنى أنه مثلا موجود عندهم خبر معين، فقط أنه يطلع عنوان الخبر واللينك تبع الخبر علشان مثلا المطلع أو المتابع يشوف العنوان الخبر ويسوي كليك، لكن ما يستخدمونه للتفاعل الحقيقي مع القراء. مثلا لو صار في قول حريق أو حدث أو أيا كان، فممكن من خلال التغريدة هذه تكتسب آلاف المعلومات أو مئات المعلومات، مكانه، ممكن يضيف صورة، ممكن يعدل على نفس المادة الخبرية أو يضيف عليها. بس هل تحتاج إلى إدارة مثلا إذا كان مثلا من المتطلبات أو من المفترض أن الحسابات الإخبارية تتواصل وتتفاعل مع متابعينه؟ هل معنى هذا أنه ستحتاج إلى إدارة الحساب بشكل مختلف عن إدارات الحساب الشخصي أو البسيط؟ تحتاج مش إدارة، تحتاج فريق عمل كامل يعمل على الشبكات الاجتماعية، وفي برامج مخصصة لذلك. يحتاج فريق يتابع مع يعني المتابعين، يتابع مثلا إذا كان، لأنه من خلال التغريدات ممكن تجيني معلومة، ممكن تجيني صورة هي مادة إخبارية بحد ذاتها. حنا في عالمنا يعني في عالمنا لا 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 كل مجرد اجتهادات، اجتهادات واجتهادات أفراد، يعني مش إنه عمل احترافي. ممكن لو نطلع على تجارب يعني مؤسسات إعلامية كبرى نشوف يعني الفرق بيننا وبينهم، يعني كيف هم يتعاملون مع التغريدات، كيف يتعاملون مع المواد الموجودة معهم، وكيف حنا نتعامل معها. نعم. طب كيف يمكن أن نقيم نجاح أي حساب إخباري على تويتر؟ هل هو بعدد المتابعين أو بنشاطه أو بتأثيره؟ هي كلها تصب في 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 حاجة واحدة. يمكن البعض دائما يقول لك والله هل الحساب هذا عدد متابعين ومعناته يكون نجاحه أكثر من حساب آخر متابعين وأقل. عدد المتابعين مش فقط أداة لقياس النجاح.
وهذا الشائع عندنا للأسف، مش فقط أداة النجاح، التأثير هو الأساس، والتأثير له عوامل كثيرة، من بينها مثلا المتابعة، التفاعل مع الناس، من بينه مثلا يعني يوضح نتائجه على عملية مثلا لو أضيفت معلومة كم أثر على الحسابات، وكم مثلا حصل على إعادة تغريدات وغيرها من يعني أدوات القياس التفاعل. نعم. طيب من خلال أنت طبعا عملك يعني أحد العاملين في القطاع الصحفي والتحديد الإلكتروني في جريدة الرياض، هل تعتقد أنه تويتر أضر بالمواقع الإخبارية التقليدية؟ نعم، أتفق معك 100%، إلى درجة أنه في بعض المتابعين يقولون أنه يعني الناس يتكلمون على موت الصحافة الورقية أو موت الإعلام الورقي، الآن صار في كلام حول موت الإعلام الإلكتروني، باعتبار أنه أصبح غالبية الناس ما يفتحون حتى مواقع إلكترونية علشان يتابعون الأحداث والأخبار، صاروا يعتمدون على الشبكات الاجتماعية في قراءة المواد. يعني صارت الصحف الإلكترونية أشبه ما تكون على الهامش، كأنها مهجورة الآن، كأنها جدا يعني بالفعل كأنها مهجورة، ما نقول مهجورة ولا تقليل للصحف الإلكترونية الموجودة حاليا، لكنها الانتقال صار إلى الشبكات الاجتماعية. لذلك من خلال الشبكات الاجتماعية المفترض العمل على الجهات الإعلامية تركز على عملية المحتوى، متى ما كان يشتغلون على المحتوى ممكن ينشرونه من خلال أي منصة، مثل ما كان أول تنشر على منصات تقليدية وأصبحت منصات إلكترونية، الآن منصات التفاعلية، أقصد منصات الشبكات الاجتماعية، ومن خلالها يكون فعلا يكون نقدر نكسب فيه المتابعين، والإيرادات ممكن تكون من خلال الإعلانات وغيرها من الوسائل الأخرى. طيب الحسابات الإخبارية عادة في تويتر تتنافس على سرعة نشر الخبر، هل يمكن أن هذا الهدف أن يجعل هذا الحساب يقع في المحظور ويفقد مصداقيته بسبب تسرع في نشر بعض الأخبار التي قد لا تكون صحيحة؟ بالفعل السرعة هي سلاح ذو حدين، يعني أحيانا بعض المصادر الإخبارية تحاول يعني تصارع على عملية السرعة، من اللي يكسب أول في عملية سبق النشر الصحفي، لكن تقع في المحظور أنه تكون المعلومة خاطئة. أحيانا سرعة الكتابة يعني حتى يكون في أخطاء إملائية ويكون في أخطاء نحوية، طبعا تضر كثيرا من قيمة الجهة الإعلامية. أحيانا السرعة يكون لها، لذلك العمل من خلال الشبكات الاجتماعية وهذا اللي ذكرت قبل شوي يكون من خلال فريق كامل، ما يكون من خلال أشخاص، يعني من الشخص مثلا اللي أضاف المعلومة هذه هو بنفسه يدخل ويضيف، لا، يكون من خلال برامج لإضافة هالمواد هذه، ويكون في من خلال زي ما يكون في العمل الصحفي اللي يكون واحد ينشر مثلا المعلومة ويكتب المعلومة والآخر مثلا التدقيق والتصحيح، فنفسها يكون في جانب الإعلام الإلكتروني أو أقصد في الشبكات الاجتماعية وتويتر على بالتحديد. نعم، هناك بعض الحسابات على تويتر يعني مستقلة، يعني ليست مرتبطة بالصحافة الورقية أو الإلكترونية، هل هذا يجعلها في على مستوى تويتر أكثر تحررا من القيود اللي موجودة على الصحافة التقليدية وبالتالي يجد انتشار أوسع أو العكس؟ والله أنا أشوفها بصراحة فعلا وانتشرت بشكل كبير، لكن يعني أنا كيف مثلا أصدق الجهة هذه وهي فعليا ما لها تواجد؟ يعني لما تكون مثلا جهة إعلامية أو نقول مثلا حساب إخباري، طيب وين مصادر، وين العاملين الموجودين فيه، وين تواجد؟ يعني مثلا ما يكون لهم مقر، ما يكون لهم، يعني يكون من الصعب تصديق المواد الموجودة فيه، يمكن يعتمد على بعض الحسابات الإخبارية تعتمد على مواضيع الإثارة، وتعتمد على يعني زي ما يقولون أخذ الحساب أخذ الأخبار من بعض الجهات الإعلامية، فغالبا حسابات بالطريقة هذه تستخدم الأسلوب هذا، لذلك يكون لها متابعين أكثر، لكن فعليا ما يكون لها، يعني ما يصدق نفس الجهة هذه لأنه فعليا ما لها متواجدة. نعم، طبعا تعرف أنه في الفترة الأخيرة بدأ يتحدث الإعلام عن المواطن الصحفي. نعم. يعني كل واحد الآن بتليفونه قادر على أنه يلتقط حدث أو مشهد معين ونقله في سرعة فائقة جدا على تويتر أو على أي موقع تواصل اجتماعي. هل هذول طبعا الأشخاص والأفراد العاديين أصبحوا يهددون المؤسسات الإعلامية الموجودة الآن أو الحسابات الإخبارية بنقل الأخبار، أو أصبحوا هم ممكن يكونوا متكاملين؟ بالفعل مثل ما ذكرت وزيدك برضو أنه أصبح حساب تويتر للشخص الواحد هو أصبح كأنه رئيس تحرير، يعني هو اللي يعني يجيز نشره، هو اللي ينشره على النت، فأصبح مش من الضروري مثلا أتواصل مع صحيفة معينة وأعطيهم مواد إخبارية إلا لما يكون مثلا على قضية معينة وأكون أتفاعل معهم بباب التفاعل،
فهذا جانب. الشغلة الثانية، الشبكات الاجتماعية غيرت هيكلة الإعلام بالكامل. يعني زي ما يقولون بالأول كان على قمة الهرم واللي هو رئيس تحرير وكان المراسل هو اللي فعليا هو اللي يستقصي المعلومة، أصبح المراسل هو كمتلقي. يعني المراسل أو المحرر اللي كان بالأول هو اللي يجيب المعلومة أصبح هو متلقي للمعلومة، يأخذ المعلومة مثلا من خلال الشبكات الاجتماعية ويحاول يتواصل مثلا بالأفراد. يعني 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 أصبح المراسل كأنه ديسك زي ما يقولون في الإعلام، أصبح وسيط بدل ما كان هو ميداني هو اللي يجيب الخبر من الأرض، كأنه ديسك يتجيه المعلومة هذه يتأكد منها يحاول مثلا يشرحها في وسيلته الإعلامية. فغيرت حتى مفاهيم الإعلام، أصبح مثلا رئيس التحرير كان هو اللي يوجه في قضايا معينة، أصبح هو ينقاد في القضايا الموجودة في الساحة. هو اللي مثلا كان أول هو اللي يوجه على قضايا معينة، يعني صار لا القضايا هي اللي تجبره مثلا في عملية اتخاذ أو يعني يعني مثلا تسليط الضوء عليها. نعم، تعرف أنت عادة في صياغة الخبر في أي وسيلة إعلامية هناك شروط لصياغة الخبر، هل هذه الشروط تنطبق أيضا على صياغة الخبر في تويتر أم أنه هناك يعني مدارس مختلفة في صياغة الخبر وكتابته؟ والله تويتر كسر كل القواعد، كل القواعد. يعني يعني من كان يتخيل أنه 140 حرف هو راح يصاغ في خبر ومادة وينشر في صورة؟ يعني 140 حرف ما كانت كافية الواحد، حتى يعني كان 140 كلمة ما كانت كافية لصياغة خبر في أيام الجرائد الورقية والصحافة التقليدية. 140 حرف، بالمناسبة 140 حرف كثير يسأل ليش 140 حرف في تويتر. بالأساس تويتر هو ما كان لآلية النشر، هو اسم سكتوي كان بالأساس، يعني كان من 160 حرف تعرف في الرسائل SMS في اللغة الإنجليزية كانت 160 حرف، وكان في 20 حرف فقط كانت زي ما اليوزر نيم يعني الاسم، فتبقى 140 حرف. فبعدها تغير آلية تويتر اللي هو يعني مؤسسين الموقع، فصار عملية النشر للتغريدات يعني تغير هدفه الأساسي، فصار في النشر فبقت على 140 حرف، يعني استمرت على هالمبدأ هذا. هذا من ناحية طبعا الشكل وكذا، لأنه مجبور أنه صايغ الخبر أنه يلتزم بهالعدد يعني، لكن أتكلم حتى أيضا من يعني نجد بعض الحسابات الإخبارية حتى اللغة واللهجة أصبحت شعبية، يمكن في بطرح الأخبار أقرب إلى المتابع العادي. هل تعتقد أن هذا أيضا من أسباب النجاح بعض المواقع؟ فعلا الكتابة أحيانا الجادة ما تلقى، لأن هي مخاطب كأنك شخص مع شخص، فلما تتكلم برسمية أحيانا ما يكون قبول لدى الطرف الآخر، لكن لما تتكلم مثلا بعفوية يعني أحيانا مثلا يقولون لما تضيف ابتسامة، الصور هذه الابتسامة البسيطة هي تضيف من 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 التغريدة تضيف من مثلا فعالية التغريدة 25%، وإضافة ابتسامة أو صور تعبيرية زي ما يسمونها، مثلا إضافة الصور الإخبارية مثلا صارت مادة معينة إضافت معها صورة يزيد 70%، إذا مثلا وضعت فيها شغلات بدل ما تكون بالعامية زي ما ذكرت، بدل ما تكون بطريقة رسمية يزيد نسبة التفاعل معها. بالتأكيد تغيير الأدوات الكتابة، تغيير الكتابات يعني تأثر على عملية نجاحها وفعالية التغريدة. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقة هذا اليوم من أهم 10. بكرة إن شاء الله لنا موعد آخر وموضوعات جديدة. كونوا دائما معنا في أهم 10، تصبحون على ألف.